تقول: إذا أحرمت لأداء العمرة لنفسها، ثم بعد الانتهاء منها أرادت أن تؤدي عمرة لأبيها وأخرى لعمها، فهل يكفي أن تطوف وتسعى فقط لكل واحد منهما، وذلك بإحرامها الأول الذي عقدته لنفسها في الميقات، أم لابد من العودة إلى الميقات والإحرام من جديد لكل واحد منهما؟ أولا، تكرار العمرة في وقت متقارب هذا فيه ما فيه من التوقف وعدم المناسبة، فإن تكرار العمرة في وقت متقارب هذا قد أنكره بعض العلماء في خلاف، يعني في هذا في الموضوع خلاف. نعم، في نعم. خلاف. ولو أن المسلم إذا أدى العمرة عن نفسه يدعو لوالديه ولأقاربه في طوافه وفي سعيه وفي غير ذلك من بقائه في المسجد الحرام، هذا يكفي إن شاء الله، ويرجو نرجو أن يصلهم نفعه وبره. لكن إذا فعل ما ذكر السائل من تكرار العمرة له أولا ثم لوالده ثم لوالدته وهكذا، فلا بأس بذلك وإن كان خلاف الأولى، ولكن إذا فعله فلا بد من إحرام مستقل لكل عمرة، بأن يخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى الجعرانة، يخرج عن الحرم خارج الأميال ويحرم بالعمرة لنفسه والعمرة كذلك إذا أراد أن يعتمر أخرى يخرج مرة ثانية وثالثة. لا بد من الخروج للإحرام بالعمرة من الحل، ولا بد لكل عمرة من إحرام مستقل، لا تشترك عدة عمرات في إحرام واحد كما يقول السائل. نعم. إذن الإحرام يكون من الحل القريب من مكة، وليس شرطا أن يعود إلى الميقات الذي ميقات البلد الذي قدم منه. ميقات العمرة لمن هو داخل مكة ميقاتها الحل. نعم، ميقاتها الحل من كان داخل مكة. أقصد لو كان حتى ليس من أهل مكة. نعم، يعني يحرم من الحل. كان داخل الأميال. نعم، وأراد أن يعتمر فإنه يخرج خارج الأميال، يعني من كان داخل الحرم. نعم، وأراد العمرة فإنه يخرج ويحرم بالعمرة من الحل، من الحل القريب، سواء كان في مكة أو خارج مكة. أما من كان خارج الحل فإنه يحرم من مكانه. نعم.